دشن سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية مشروع مكافحة السمنة والسكري بالمحافظة الجنوبية، وذلك بحضور الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، والأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة والمحافظة الجنوبية وشركة نفط البحرين بابكو. وأكد سمو المحافظ أن المحافظة حريصة على احتضان المشاريع الصحية الرائدة والتي تعود بالخير والمنفعة لأفراد المجتمع وتعزيز المبادرات الصحية النموذجية وفق أعلى معايير الجودة التي تعكس الصورة الحضارية للمحافظة، مشيدا سموه بدور زيادة وتيرة التقدم الصحي في تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التنموية. وفي بداية الحفل ألقى الفريق طبيب معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية، كلمة أكد من خلالها أهمية إطلاق هذه المبادرة في نطاق المحافظة الجنوبية ومدى تميز المشروع الصحي في تقديم الخدمات الطبية الحديثة وتوفير حياة صحية ووقاية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة. بعد ذلك افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية المعرض المصاحب الذي يضم العديد من المشاركين من وزارة الصحة والجامعات والمدارس، حيث قدمت الجهات المشاركة في المعرض شرحا تفصيليا عن الدور الصحي والتوعية من خلال الأساليب الحديثة في الصحة والتي تسهم في التشخيص ووضع الحلول المبتكرة. أولا أنا سعيد جدا بالمشاركة في اليوم العالمي للسكر بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية السكري البحرينية، وزارة التربية والتعليم والعديد من الجهات، شركة بابكو. ولا شك أن المحافظة الجنوبية نهجها هو التواصل والشراكة مع الوزارات والمؤسسات والمجتمع الأهلي، وذلك لتبني المبادرات الصحية الرائدة التي تعود إن شاء الله بالمنفعة والخير للمواطنين. واليوم تواجد العم معالي الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد وسعادة وزيرة الصحة والعديد من المسؤولين معانا لدعم هذه المبادرة، يعني شيء مهم، وبالعكس يعكس أن المحافظة متعاونة وقريبة مع الجميع وتهتم أن تطلق المبادرات النادرة والمهمة من أرض المحافظة الجنوبية.